رجعتي؟ شو عم تعمل؟ عم زبط لها القعدة لمريم. دقيقتين وبنمشي، راح تصوري؟ ايه تعي شوفي ميرو تعي. خلص ما طلع حبيبي لانه مريضه، حرام خلص من بعيد ما طلع انه من بيرسي مريضه، وحتى انا مريض، كلنا مريضين. ايه انت سلامتك يا روحي، قد ما لقيك اليبرا قلبي ورجيهم يا خلي كلهم. صباح الخير، انا ميري الطيبه. صباح الخير مامي. ميري انا حياتي اللي اعطيني هذا، اعطيني هذا، اعطيني هذا. هي وين رايحين؟ نحن رايحين نجيب اغراض. ليك 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 ميرو، بابي مامي رايحين نجيب اغراضنا احنا. يلا امشي، يلا خدي خدي، لا تفضحيني، خدي خدي كل شيء اللي بتزل من هيدا اخيكم. تعالي احكي معهم كلمتين. طلعوا من اول اهون، ها بدايه رمضان عم انزل فيديو كل يوم، مو تقولوا لي ما عندك غير هالكنزه، ما عندك غير هالفيديو. حتى ميرو ما غيرت. لحظه شوي، انا ماني عم بعمل عرض ازياء، عم بنزل كل يوم وما حدا بغير اغراضه كل يوم، عرفت شلون؟ يعني انا هي نفسها، بس هلا بس ارجع بغير لكم اياها، بس انا ممكن اطلع بنفس الاغراض بشي فيديو، تشوفون فيديوهين ورا بعض نفس الاغراض اطلع فيه، بس هذا الشيء ما بي يعني انا جاي اعمل لكم عرض ازياء. ما حدا يقول لي هيك سمعني كلام مثل رمضان الماضي لهلا الكومنتات عم بترن رن في اذني، في اذني ماني نسيان. حتى ميرا مثل ابوها ما غيرت اياها. يلا يا مامي يا رح اضيعوا. اطلع اطلع اطلع. ليكوا يا جماعه بس عايز تركسي دغري بيجي، ليكوا اجى لواحد بس شافني. يلا روح باي، يلا تا يلا يا عمري. انا ما ادوس بالمي. يلا تعي تعي هيك تعي. يلا ليش افتح له الباب؟ تعال تعال. يلا يلا روح باي. لك 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 لا يلا طلع. يلا يلا روح باي. يلا لا عادي بيطلع ايش لانه برا برا السياره. هاي انا بس تقولي قهوه دخيلكم، قهوه دخيلكم. حاسس سريع فارت. الله يكفيكم يا روحي. سلامتك سلامتك. مرحبا عائلتنا الحلوه، كيفكم؟ كيفكم؟ صار تكون بألف خير. اذا اول مره صدفه شفتونا بالقناه ما تنسوا تحطوا لنا لايك، واذا ما كنتوا مشتركين اشتركوا بقى لنزلكم الغنيه. وانا نسيت خبركم انه الغنيه جاهزه، انا حضرتها قبل رمضان، زائد انه عملنا الفيديو كليب. صح. اوكي، فنحن راح ننزلها ثاني يوم العيد. اوكي اذا الله راضي، وراح تكون اقوى من ست البنات. خفي علينا خفي، بس ما حلو ننزلها برمضان. لا ما بصير، ما بصير، ما بصير. فراح ننزلها ثاني يوم العيد ان شاء الله، اذا الله خلانا من الطيبين راح تشوفوا شيء كثير حلو وراح يعجبكم ان شاء الله يا رب. اوكي، وهلا اليوم بدنا نروح نعمل كبسه سوريه، بس هالمره فروج ما بصير، عطول عطول لحمه. ايش فطمتوا على اللحمه؟ ما بصير. ايه حنشكل مره فروج مره لحمه، كبشه كوليسترول، مره فروج مره لحمه، بس هو ما في الفروج واللحمه ما بيساوي كوليسترول. عن جد؟ ما بساوي حبيبي، الزيوت المهدرجة هي بتساوي الكوليسترول. ماشي حياتي ماشي. فاليوم راح انا اجيب الاغراض لانه بيوم اليبرة نسي الفتوش. بدنا نجيب فتوش، بدنا نجيب شغلات كثيرة، خليكم معنا لحتى ناكل أكل طيب. راح اجيب كمان. امسك. يا جماعة أنا مو قلت لكم فتوش. يا عمري أنا. لك أنا مو قلت فتوش. يا حبيبات قلبي، أنتوا شايفين الكوسة شلون بتشتروا للمحشي؟ يا الله دول كثير بيعذبوا بالحفل لأنه صغار. كل ما زغط انا بدي اياك تتعذبي، بس انا بتعذب. بس البنجان، البنجان كويس. انا ايش طلبت؟ بس سؤال. طيب البنجانات كويسه. ما خلاني انزل معه السوق شو اسمه؟ جبت لنا خيار هون. كتر خيرك. جبت خيار وهي خاصه. والله تذكرت بجيبها. طيب طلع هالبندوره بتشهي شيء مش هاي. هلا انا بقدونس ما برغب كثير مع الفتوش. حط شوي. ما تكتري، عرفتي ازاي؟ بقلي ايه؟ بقلي كويسه. قلت له يجيب لي شويه نعناع، قال لا ما بيحب، عادي مرمر. لا ما صار فتوش، صار هذا مخرطونه. بلش شو؟ خلص هلا هي الفتوش ايش فيكم تحطوا كل شيء معه، بس حسب الواحد شو قد. في ناس بتحط بجن بس انا ما بحب. ايه طلي هذا تحول لغنمي، على الهرو روح على الارض عم بياكلهم. روكسي صرت غنمي؟ المهم انه انت هلا بدك محشي يعني بكره؟ ايه حبيبي ايه، هلا بنخلص اليوم الكبسه السوريه. ايوه غرغرت الدمع بعيني بسرعة. الدمع بعينك، والله عن جلط انا. نحن بس سؤال. طيب طيب طيب، عم بتخيل الكبسة السورية. طيب طيب نفسها بدي. بسم الله. نفسها تماما، ها نفس اللي خطرت في بالي. هيك شلون جبت الصحن هيك تخيلته بمخي؟ هو هيك عم يبرم ويتفتت؟ هو ايوه وهيك
نفسه ممنوع يتغير شيء. ممنوع يتغير شيء دقيقه. ماشي عم نصوم عم نتعب عم نشقى 16 17. عم بموت. وطي صوتك البنت. عم بموت انا. وطي صوتك. وطي صوتك. يلا على السريع. يلا 50. هلا نحن يا حبيبي نحن متفقنا هيك اكل خفيفه اكل ثقيله. ايه خفيفه الكبسه ما بدها نص ساعه بتخلص ما بدها شيء بعرف بس هذه الفاروسه وهذه الرز سرع مع المرسلين ما بضل شيء. بس سؤال بس سؤال. ايه نحن ما طبخنا يا برق امبارحه. ايه واذا طبخنا يا برا واليوم كبسه. طيب ليش تغري محشي؟ عم بتعب لك عم بشقى عم بموت عم بموت انا عم بموت عم بموت. ايش بك؟ خلص بقى دي عطيهم خلصيني. عم تفكري بالمحشي من هلا اكلي هم المحشي؟ ايه والله يلا ايه حطي لي هذا هون من شان الزنخه قرفه عود قرفه وورق غار وهيل. ايه حطي كمان ورق غار اذا حاج ايش الكتره يعني؟ ايوه نروح الزنخه ما بصير. ايه هلا بس طلع هذا الوجه هيك الزفر بنشيله كمان. ايه هلا بدي تعمل على وجهها مظبوط رغوي. هاي الزفر هاي الزنخه بتنشال بتشيلوها. ماشي تعلموا مني مو منا. شو مامي؟ احنا غيرنا ثيابنا؟ شو؟ اجيني ميرو؟ مامي هي ابوسك انا ابوس لعبك. ايه يا ماما ايدك من تمك. ايدك 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 ما بصير. ايه غيرت لها الحلق لانه الحلق هداك كثير عم يزعجها مثل البسمار. يا ماما ابوس شعرك. ايدك هي لغنت ايدك وعم تلعب لك ايدك عن اجرك حبيبي ابوسك. ايه عم نطلع على بابا نحن عصبت نجمة عم يطلع ابوها فيها. ايه دخيله انا كثير حبيت هدول الثياب عليهم حتى ريتشو حبهم. غا نقوم نحد الاكل لبابا نحن. بابا نحد الاكل لبابا. عمري ايه صاروا ولدين تا احمر ليه غيرتن يا ماما؟ طبعا عقمتهم وكل شيء. البرغي جاي طويل البرغي ايه؟ جاي ورجيهم كيف معمول ايدنا بس انا بخاف بس قربي عقدنا بدك ايه صار احمر مثل كان عم ينكز فيي عم ينكز برقبتن طويل البرغي زعجها كثير يا مامي فغيرنا لها غيرنا لها الحلق ورجعناها على الدهب. هذا اللي الدهب لك جبت لها هذول عرفتهم جبت لها هي بالايد الكف عم بحطها بايده عم بتيك بتشيلها من ايدها الثانيه لك بس حاشه قوي حاشه قوي. يلا ليه يلا قومي ساعدي امك بالمطبخ. يلا قومي يلا قومي يلا قومي يا بابا يا مامي. لا بدها الاكل يجي لعندها هي. هلا حطينا السمنه حط البصل هي تقلب. انها الكبسه والميد ان سوريا صناعه سوريه. هاي النوشي اه فنانه يا اخي فنانه النوشي. ما طلع الايلاينر تبعي لانه رايح. هاي لاينر عم يبكي بالزاويه اسكتي. ايه يلا ايه اوكي بسيط. هلا بنقلي البصل بعد البندوره وعندنا هون بهارات بيجينا. شو هي؟ شو اسمها هي؟ شو اسمها؟ هي بهار الكبسه بهار كبسه كاري بهار عادي سو اللي هو السبع بهارات. شو هذا؟ حار حار وملح. ملح كثير؟ لا مو كثير. حط على الرز منيح الحمد. وجينا الفخدات حمد حمد انا بحب البصل. بالفخدر ايه عالم بالفخدر يعني بيخليهم قلب الفخدر. في عالم يعني بيعمل الفرن بس خلط فرن هيك بدهم زيت او سنه وخلص هيك بالفرن. اما اليوم رح اعمل لكم خلطه ثانيه خلطه سحريه. ايه اوعى اوعى ننوش مع اخر فتره ما عم ينحس لها لننوش ابدا. انتبهوا اوياني ها اوياني عجوزة كمان. كلكم سالتوا عن تبت الفخده تبعت الشمنيه تذكرتوها هاي الفخده هيك قلبي داي لهون وين رايحة؟ هاي موتتني قلت لها دبلة متجنن لا تذكريني بالشمنية مأساتي كلها مأساتي كلها هلا بدها تطلع. يلا ننوش ضل في ساعة دبلي. تقريبا ضل في أقل من ساعة يلا الرز هلا ما بده شيء ولا تقطع شوي ننوش أنا جوعان. هاي ننوش حطت البهارات بعد ما تقلى البصل وال هلا نحط خانة أنا بحط البهارات بعد ما حط الرز والمي طبعا مو مي لأنه لا أنا قلت لها حطيهم مع التبلة هيك مع الهاي هيك بيتغلغلوا ببعضهم. الله شو هالريحه يا ننوش الله
غرغرت الدمعه بعيني. ماشي. هلا ما بنحط مي، بنحط مية الفروج. ايوه مية الفروج لازم تنام ريحتك فروج، مو بس انه هاي ترى هلا هلا لون كيف بصير اصفر. والله يا عيني ما بقول لكم غرغريت الدمعه بعيني. هات نشوف ننوش ايش عم تخترع هون. هون انا دبس فليفله. دبس فليفله وزيت. هاي اللي بتتيبس عرفتوها، بيبسوها برا وبيحطوا لها زيت وبيضبوها. وزيت عادي. زيت زيتون. وهلا بنحط زيت زيتون. الله. تعالوا هون. حبيبي كبي بهي بس قلبي يا لحالك. ايوه يا عيني. ايوه. يا عيني يا عيني. حدا عم بتغرغر بعينه الدمعة مثلي؟ لك دخيل الدمعة. قاهر الدمعة. عندنا هون كزبرة، كاري. أيوة. بهارات السبعة يا حبيبي قلبيهم بيهروا لحاله، مو بدك اياهم كلهم. ايوه 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 الفروج. ايوه حركي 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 يا عيني يا عيني. انا هلا بنحطهم على الفروج. شفت غيرت لكم الكنزة عشان ما تفضحوني، غيرت لكم اياها. ماشي خليني اشوف ننوش ايش دساني. ايوه 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 بحنية. خليكي حنونة معهم منشان ينزلوا في قلبنا وهن حنونين. مزبوط ولا لا؟ يلا بشوف يلا. ايوه 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 يا ننوش الله عليك. بس بدك يعني ما تغرغر الدمع بعيني. تمام مزبوط. هلا بنحطهم بالفرن. ماشي طبعا. هلا انت يا شاطر رح تنزل لي الفرن. ماشي ماشي. تعرفي ما ضل وقت. ماشي لا في وقت منيح. يلا لما يخلص الاكل بكون عندك. ما ضل وقت. عم بقول لك بلا فيه. ما ضل وقت لنوش. استغفر الله العظيم. يا عيني. يا عيني، خلينا ننزلها الفرن مشان ما تهجج. الله الله يا ننوش الله. الله يا ننوش. شتلتيني. شتلتيني والله شتلتيني، هذا الخبز المهي وهذا الفتوش. يي 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 يي. دايا دايا دايا. انا جايب مكسرات، جايب لوز. ننوش طيب الي طيب لوز. جابتهم. هاي ايدك. كنت عم بحكي عليك ننوش. تعي تعي تعي. ايه ايه اكوي ننوش. ايه اكوي رحم عيون ابوكي. الله يخلي لي امك، انا دخيل حماتي، انا خلقي دخيل ابوكي انا. صرت اترجو غرغرت الدمعة بعيني. اسمعوا اسمعوا، هاد نفس الخطر ببالك. بدك اسمعي راحة نفسية. عبشي عبشكو بغلي. أنا أول شيء بدي أقدم اعتذاري، اعتذاري للتمر هذا التمر، واعتذار للفتوش. شوي 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 تعاملي مع الصحون بحنية. أيوة المنظر بيخلي الدمعة تغرغر بالعين، يعني أنا شايفينها وين واقفة. هون 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 عيني. فلقد أقدم اعتذاري لهدول لأنه امبارح ما هجمت على اليبرق بسرعة، عرفتوا؟ فهلا لازم أبلش. هون روعي شوفي مريم بدي أشرب سوس أنا. شايفين الكاسة السوس هي أساسية، خلونا نشرب سوس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أي مصحتين وأنا بسم الله. الله يبكي لك لك عاوز تاني أنا باكل أنا وندي. طيب انت اشرب سوز، انا ما بدي سوز، بدي اكل. الله ماشي بتبكاستي الكبيرة لانه امبارح ما احسنت اكل ولا شربت فيها. خليها على السحور بشربها. انا هذا الغرام اللي عندي اياه. تمر. نبلش بالتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوا كلوا تمر. تعوا شو راح تقول؟ ودوق الفتوش تبعي؟ صحتين. ما جبت لنا اصلا شيء حامض حار ملح. وين وين سيحتيها؟ وين 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 سيحتيها؟ وين؟ طب ترك لي السلطه، ترك لي الفتوش قصدي. منوش اي لاف يو، لك اي لاف يو. انه ماني عرفان اعبر لي عن مشاعري.
انا مو حطيت لك اكل استاذ روكسي، روح على صحنك. حبيبي الله 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 شو يي طلعت العظمه لحالها دخيل الله انا والله والله صحتك تمام لازم تهتم فيها اكثر عمل على الاكل تمام حبيبتي انا عم بصوم عم بتعب عم بموت انا عم بشقى طيب عبفنا فنيان طيب طيب خلص كل كل صحتك بسم الله الرحمن الرحيم هات لشوف الله 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 باكل بالمعلقه بس اول كم لقمه لازم يكونوا بالايد مشان تفتح النفس ليه بقى في عندنا هون خاشر الله جربوا التابلة قولوا شو رايكم فيها عم طحطح صبيت كاسة السوس لبن يا صارت ملونة خلص منوش بين ما تشرب يا بنت انت او خدي هاي خاصر اشربي خاصر لا تشبعي انا هاي طيز الفروج ما بحبها الله منوش مين مسلطك علي انت شو مو انت خبي العظم يلا هون ما بقسم لا هون هاد الصحن هاد تمام خلي هاي كاسة وين كاسة؟ وين ليش أخذتي كاستي؟ لك أنا عم بصوم عم بتعب أنا عم بموت استغفر الله العظيم يا ربي ليش أخذتي كاستي؟ الله أضيع وقت أنا انتفخت هلا أقل شيء لازم تصب لي كاسة لبن صبيت لك خلص صبيت لك جعت إيدك ها خلص قولي لي صب لك بصب لك بالأساس بس مو أصب كاستي الله يا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لك هذا هلكني لك ما بعرف اكل جاي لك انه نطلع المدفع وانا زدتني برا ما بعرف اكل حقك علي عم بزعجك بس بدي اكل ها شلون دبت الفروج؟ عم تسأليني شلون؟ هاتي دوز دوز بدي غزة بدي غزة عم بموت يا جماعة يا جماعة من كتر ما أنا مسوية سابي الفروج عم ينزلط ضغط ينزلط لك أنت غنوشة أنت أنا حتى لي غنوشة مفتوشة يعني تأخرت لفرقت معي كلمة غنوش من طعم الأكل الطيبة كنت نسيت اسم مرتي ارحبوا ارحبوا جميعا ارحب عمل عمل يا حبيبي لكن ما صحتك عمل ما تاخذ بسرعه لا تدخلي دنيا رمضان دنيا صيام عم نموت 16 ساعه لك هلا بعملها بسحور كمان عايزين تسحب كنا معكم هيك فيديو على السحور لتشوفوا ريتشو كيف بيسحر بس انا ما راح سحره مع كرون والله مقلب رمضان اذا بتعيديه متذكر مقلب السحور تتذكروا يا عمي انا ما عندي شو عم اطلع الله امان الله يرضى عليك كل عمالك حبيبي والله اكل السريع بسم الله سامعين صوت روكسي؟ عم هيك عم تقطب العظم؟ اوكي حبايبي انا بدي اعرف اكل هاي هي الكبسه السوريه بالفروج لسه في الكبسه السوريه باللحمه اوكي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا كملي عني واشتراك 70 جرس يوصلكم كل شيء جديد ما عاد قدر ابدا علمني نحبكم باي باي نحبكم بكره باي باي باي